مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصة حلوة الحباب. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية وهي حلوة بالحبة حلاوة، ان شاء الله تنال اعجابكم. دوك نقول لكم المقادير. عندنا هنا كيلة زيت، هاد زيت مقسومة على زوج، الزيت والزبدة تكون دايبة. عندنا كيلة سكر كريستاليزي، عندنا 3 كيلات فارينة، عندنا باكيت على ليفور، عندنا حبة حلاوة اللي نكونوا منقيينها، وعندنا هنا لافاني، عندنا جلجلان ما يكونش محمص، وعندنا ولاد الدجاج. نروحوا لكيفية التحضير. الحاجة الأولى نسبقوا ولاد الدجاج اللي كنا شللناه. هنا كي نديرو كيلة واحدة تاع الزيت والسكر نديرو 3 حبات ولاد الدجاج. هادايا نزيدو الكيلة ديالنا اللي قلت لكم مقسومة على زوج بين الزيت والزبدة، نص زيت نص زبدة دايبة. نزيدو هنايا كيلة سكر كريستاليزي، ونزيدو شوية تاع لافاني. ونخلوها تتخلط مدة 10 دقائق. مشاهدينا الكرام، هنا دوك نزيدو حبة حلاوة ديالنا، ونعاودو نزيدو لافيتاس. مشاهدينا الكرام، بعد ما خلطنا لاباط ديالنا هاي اللي كيفاش تولي بيضه. هنايا نزيدو الفرينه ديالنا، الفرينه نديرو 3 كيلات ولا ما كفاش نديرو لا ليفور، ولا ما كفاش نزيدو شويه تاع الفرينه قسمها بيد ما تتلم لنا هكذا. نبداو نخلطو غير هكذا وتتلم هكذايا، ونلموها ما نعجنوهاش. نايلك هكذا نزيدو الكيلة الثالثة، ونخلطو. مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم هكذا حتى تنطمنا العجنة. هايلك هاي ليك العجنة ديالنا. دوك هنا راح نجيب الميزان تاعي، نوزنو دي بولات تاع 30 غرام. هكذا دوك ندير 3 ونوري لكم. نايليك نحكمو لابول تاعنا ونحلوها كيما نديرو شغل كعكعات. نايليك
وندبروها هكذايا، نزيرو لي بيسور ونعاودو نرفدوها. نديرو ديسيرسو، نعم ليك. دوك نزيد نوري لكم وحدة، هاي هكذا نحلوها، هكذا كي وزناهم يجو كامل على حبة. دوك كمنت بالميزان، دوك هنايا نكسر حبة تاع ولاد الدجاج ليك، خلطوها مليح بالفرشيطة. هاي ليك، من بعد شوف كيفاش نديرو. كيما هنا نقدروا نضيفوا لها شويه تاع القهوه، نقدروا نخلوها هكذايا. كاين بزاف اللي يدير غير الصفر تاع ولاد الدجاج، انا درت هنا حبه كامله. نحكموا الحبه ديالنا، نغطسوا هكذا الفوقاني، من بعد نزيدوا نحطوها في الجلجلان ونعاودوا نردوها. مايلك مايلك، نحكموا الحبه تاعنا، نغطسوا غير الفوقاني هكذا في ولاد الدجاج، ونزيدوا نرمدوه في الجلجلان ديالنا اللي قلت لكم ما يكونش محمص خاطر راح يطيب. وهاد الوصفه سهله، الناس كاع يقدروا يديروها، وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. حاجه تاع قهوه حليب، هاي ليك. دوك هاد لي سارسو تاني ديفلوباو شويه خاطر فيهم لا ليفور، ودرجه الحراره تاعهم 180 درجه، مده 20-25 دقيقه. دوك انا ما بقى لي غير ندخل الحلوه ديالي للفور، فاصل وانا تواصل. مشاهدينا الكرام، دوك نروحو نجبدو سنيوة ديالنا. هاوليك الكاطو تاعنا، هام تنفخو وطابونا. هايلك الحبة ديالنا، دوك ما بقى لنا غير نزين التبسي تاعي. ان شاء الله تكونوا جربتوا الوصفه مليح مليح، ان شاء الله تنال اعجابكم. هادو ما يطيبوا 20-25 مينوت. نرد السنوة تاعي، مشاهدينا الكرام، هام لي كعكة تاعنا تاع حبة حلاوة، كيما حبة الحلاوة فيها بنة، وإن شاء الله تجربوها. وما بقى لي دوك نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في عدد مقبل وفي مع وصفة واحدة أخرى. سلام.